في إطار حرص الفريق أول للشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، نظمت الموارد البشرية بوزارة الداخلية بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة ملتقى الشباب العربي للذكاء الاصطناعي الأول، وذلك تحت رعاية الفريق طارق الحسن رئيس الأمن العام، بهدف الاستفادة من الطاقات الشبابية في مجال تطبيقات التحول الإلكتروني. يأتي ملتقى الشباب العربي للذكاء الاصطناعي الأول، والذي تنظمه الموارد البشرية بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أبناء العاملين في وزارات الداخلية بالدول العربية. ويهدف الملتقى، والذي يعد الأول من نوعه، إلى خلق حلقة تواصل بين المشاركين وإلقاء الضوء على المواهب الشابة في مجال التكنولوجيا وتنميتها، وتعليم الفئة المستهدفة مبادئ الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، وإتاحة الفرصة للشباب للتعرف على مظاهر التقدم التكنولوجي في الدول العربية. إنه لمن دواعي سرورنا إقامة هذا الملتقى الأول من نوعه، والذي تحتضنه مملكة البحرين لأبنائنا من العالم العربي، للإطلاع على مجالات التكنولوجيا الحديثة في عالم اليوم، وبالأخص التوجه الحديث في مجال الذكاء الصناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية. هذا وقد بلغ عدد المشاركين في هذا الملتقى ما يزيد عن 143 شابا وشابة من دول عربية وأجنبية. شاكرا كل الفرق التي ساهمت في تنفيذ هذا الملتقى، وعلى رأسهم AWS أمازون العالمية ومنصة كيرني من البحرين، وكافة المدربين من داخل البحرين وخارجها. أتمنى أن يخرج المشاركين في هذا الملتقى بأكثر فائدة وأن يحقق توقعاتهم المرجوة. كما يأتي الملتقى في إطار حرص الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية على الاستفادة من الطاقات الشبابية في البرامج والأنشطة التي تستهدف التوسع في تطبيقات التحول الإلكتروني. يسعدني المشاركة في هذا الملتقى الذي يعتبر الأول من نوعه، ويهدف إلى اكتساب المهارات الإلكترونية والبرمجة والذكاء الصناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، وخلق حلقة التواصل بين أبناء العاملين في الدول العربية، والاستفادة وتبادل الخبرات وإلقاء الضوء على المواهب الشابة في مجال التكنولوجيا، والاستفادة من الشباب في المشاريع التي تخدم البلدان المشاركة. دوري في الملتقى صراحة يكون محاضر ومنظم، والمحاضرات اللي راح أعطيها عبارة عن ثلاث مواضيع: الهاردوير والسوفتوير والأونلاين برايفسي والإنترنت راوترينج. حالياً أنا أبديت مادتين فيها في المحاضرات، وشفت الأقبال ما شاء الله لا إله إلا الله على الطلب اللي عندنا جميل جداً، والفكر اللي عندهم متوسع بشكل ما تتصورونه ما شاء الله. عندهم أهداف جميلة للمستقبل، أفكار تكنولوجيا، تطور واضح وملحوظ من جميع الطلبة. طبعا كان لي الفخر أني أشارك في ملتقى الشباب العربي من خلال ورشة كيف تصبح مبرمجا. خلال هذه الورشة قدمنا مجموعة من النصائح، وتعرفنا على مجموعة من المهارات والأدوات اللي تساعد على دخول المجال والتعرف على هذا المجال. كان التفاعل مع المشاركين جدا جميل واستمتعت فيه. نشكر منظمين الملتقى ونتمنى الاستفادة للجميع. بحب أشكركم على جهودكم المبذولة في هذا الملتقى الجميل والرائع. بحب أشكر كل أستاذ وأستاذ شارك في هذا الملتقى وأضاف لنا معلومات، وبحب أشكر الدكتور محمد سعد على إعطاء المعلومات بشكل مبسط وجميل. صراحة تركتوا فينا أثر جدا لامع، أضفنا كثير معلومات جديدة لنا ما كنا نعرفها من قبل. بنصح كل شخص ما شارك في هذا الملتقى يشارك، لأنه راح يفيدك في مستقبلك، راح يفيدك في أيامك الجاي. يهدف الملتقى إلى تعزيز دور مملكة البحرين الريادي على المستوى العربي، وقدرتها على النهوض بمثل هذه الأدوار، وجمع الشباب العربي في محفل واحد لتعزيز آفاق التواصل وتمكين الشباب من تبادل الأفكار وإثراء المفاهيم. اختتم معهد البحرين